مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية، غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي. مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. من مركز الندى دكتور طارق الجندي، بكلم النهاردة على مواضيع اللي هو تأخر الإنجاب الثانوي. في بعض السيدات بيحصل الحمل أول مرة بعد الجواز، بيحصل حمل على طول، وبعد حدوث الحمل والولادة تيجي السيدة تحاول يحصل حمل تاني بعد سنة أو اتنين، تلاقي بيحصل تأخر في الإنجاب. نحاول ندور على سبب، وتقول أنا أول ما اتجوزت حصل حمل على طول وزوجي سليم وما حصلش حاجة. إحنا هنا بنشوف بعض الحالات اللي بالشكل ده، لكن في وسط الكلام ده كله زي ما اتفقنا قبل كده ان التشخيص السليم دايما بيؤدي بينا الى نتائج صحيحه وسليمه. في عندنا حالات، مثلا في واحده بيبقى عندها ذئبه حمراء. الذئبه الحمراء ايه هو؟ ذئبه الحمراء هو عباره عن خلل مناعي بيولد اجسام مضاده في الدم. هذه الاجسام المضاده بتهاجم الجنين وممكن تعمل حاله اجهاض متكرر وممكن تعمل عدم قدره او عدم حدوث انجاب، لان ساعات بيحصل مع الادويه اللي السيده بتاخدها بيحصل اضطراب في الدوره الشهريه واختلال في التبويض. كمان في وسط الحاجات برضو لما يكون عندي اورام ليفيه داخل الرحم بتاعنا، ممكن تداخل الورم الليفي مع الرحم بيؤدي الى تاخر الانجاب. فالحاله اللي هنشوفها النهارده عباره عن حاله، هذه السيده عندها بعض المشاكل، حصل حمل جواز وحمل مباشره وبعد كده حصل تاخر في الانجاب لفتره. لما حصل تاخر في الانجاب لفتره خدت ادويه ومنشطات في مراكز بره، وبعدين جت لنا هنا اما عملنا فحص داخلي كويس بالموجات الصوتيه ثلاثيه الابعاد، اتضح عندنا ورم ليفي او تليف في جدار الرحم مش متداخل مع طنط الرحم بتاعتنا، وكان عندها خلل مناعي وبعض الاجسام المناعيه الاخرى. هنا بدانا حطينا خطه علاجيه كامله لهذه السيده، والحمد لله فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى في خلال شهر واحد ربنا وفقنا وتم الحمل. لكن النقطه هنا مش يحصل حمل، النقطه هنا ازاي احافظ على الحمل واستمراريه هذا الحمل. لان زي ما اتفقنا قبل كده ناس كتير من الناس اللي عندهم مشاكل زي الذئبه الحمراء او الروماتويد بيبقى عندهم اجسام مضاده بتهاجم البيبي في اوله، فالسيدات دي بيبقى لها ادويه معينه. واحد لازم نلاحظ او ناخد بالنا لما اشجع الحمل عند السيدات دي، لازم يكون المرض في مرحله ريميشن. ريميشن يعني مرحله سكون، ما اجيش اساعد واحده عندها ذئبه حمراء او روماتويد على الحمل والمرض في حاله هياج او في حاله مناعتها تكون عاليه. لان هنا واحد مش هيحصل حمل او في صعوبه في حدوث الحمل، اثنين بتاخد ادويه كتير، ثلاثه ممكن ده ياثر على الجنين بتاعنا نفسه في الاول. اثنين حدوث الحمل والمرض في مرحله السكون ده بيؤدي او بيزود فرصنا ان الحمل ده يكمل معانا. من ضمن الحاجه الثانيه برضو ان
هنا اللي لازم نقولها ان عمل منظار رحمي لبعض هذه السيدات اللي عندهم اورام لفيه داخل الرحم بتاعهم عشان نحدد مكان الورم بالظبط، وانه عدم تدخله مع بطنه الرحم ده برضو بيدينا فرصه ان احنا ما نعملش جراحه كبيره ونحاول نشيل الورم اللي فيه عشان خاطر ممكن يحصل حمل معاه هذا وفي وجود هذا الورم. والحاله بتاعت النهارده مثال صريح للحالات دي. اسيبكم مع تقرير عن الحاله وارجع اكمل بعد التقرير. من داخل مركز الندى للخصوبه تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والحان المجهري، كان لنا لقاء نتعرف باسم حضرتك يا مدام. رباب ادري جود. اهلا بحضرتك يا مدام رباب. رحله علاجك بدات امتى وفين؟ وبسم الله ما شاء الله انا شايف بنوته وربنا يبارك يا رب وتجيب التوام ان شاء الله قريب. رحله علاجك بدات امتى؟ قبل ما تبدا في مركز الندى ولا بدات في مركز الندى؟ خمس شهور تابحت بره ما كانش في نتيجه. وبعدين لما جيت هنا الحمد لله ربنا اكرمني، يعني قعدت شهر هنا بس بصراحه، ودلوقتي انا حامل في اول السابع. بسم الله ما شاء الله ربنا يتم عليك. يعني انت بالنسبه لك جيتي مركز الندى من شهر فات من قبل ما تحبت قبل الحمل اللي انت حضرتك ماشيه فيه في السابع، يعني يعتبر بقى لك 8 شهور شهر علاج وبدانا الحمد لله الحمل اهو. طيب هل كان لك تجربه قبل كده قبل ما توصلي مركز الندى؟ انا تابعت بره خمس شهور. يعني تابعتي بره، يعني انت جيتي بعد البنوته ديت وبعد؟ لا انا قعدت سنه ما فيش خلفه. كان بره بقى، يعني كان مع الناس تاني. قعدت خمس شهور بقى تابع بره. خمس شهور تتابع بره، وبعد كده اتجهت لمركز الندى عند الدكتور طارق. الحمد لله. تقولي ايه النهارده للجمهور اللي هيشوف حضرتك بكل صدق وكل امانه، وبنتوسم في حضرتك الصدق والامانه؟ بقول ربنا يا ربي يدي كله مشتاق، وبصراحه الدكتور طارق ما فيش احسن منه. دي شهاده امام الله. الحمد لله. وان شاء الله هنيجي نسجل مع حضرتك وانت كده في يوم الولاده ان شاء الله، وانت مطلعه التوام كده ان شاء الله. ربنا يوفقك بالتوفيق. الله يخليك. رجعنا تاني بعد التقرير، وزي ما حضرتك شايفين وسمعنا ان هنا زي ما اتفقنا مع بعض التشخيص السليم ادى الى وصول للحمل بسرعه، ده رقم واحد. رقم اثنين المحافظه على الحمل لحد الشهر السادس والسابع، ده في حاله من الحالات اللي زي دي ده معناه ان احنا بنقدر نعالج السيدات اللي عندهم مشاكل مرضيه سواء خلل مناعي سواء عندهم امراض لفيه داخل الرحم بتاعها، بنقدر نعالجها بسهوله وبيحصل حمل، والحمل ده بيتم بفضل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نرجع للكلمه الاولانيه اللي احنا قلناها، ان يعني دايما التشخيص السليم بيحط دايما الناس على اول الطريق الصح، وطبعا حطيتك على اول الطريق الصح ده بيؤدي بينا الى حدوث الحمل. طيب هنا هنروح بكلامنا بعيد شويه عن الموضوع ده. لو انا عندي نفس السيناريو بيتم بصوره اخرى، هل هنا ممكن اكلم مع الناس دي على وسائل الاخصاب المساعد؟ طبعا. وسائل الاخصاب المساعد هنا يبقى لها دور امتى؟ لو سن السيده كبير شويه اكتر من 35 سنه، او فتره الزواج طويله شويه اكتر من 3 سنوات من غير حدوث حمل، او ان انا لا عندي في مشكله واضحه عند الزوج، او ان الزوجه دي بيحصل لها اجهاض متكرر. هنا حدوث الحمل مع او حدوث ان احنا نعمل وسيله من وسائل الاخصاب المساعد زي الحقن المجهري بعد تصليح جهاز المناعه لهذه السيده واخذ الادويه المناسبه في الوقت المناسب مع تحقيق سيوله كافيه داخل جسم هذه السيده، بيؤدي دائما ان شاء الله بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى الى حدوث الحمل، وبعد كده ربنا يسهل باذن الله والحمل ده بيستمر ونوصل في الاخر النهايه السعيده اللي بتنتظرها كل ام بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. واعتقد النهارده بالصوره او الحاله اللي شفناها وبالتقرير اللي احنا شفناه النهارده ده بيوضح ازاي التشخيص السليم يؤدي الى علاج لكل المشاكل اللي ممكن تقابلنا مع السيدات في هذا المركز. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري واطفال الانابيب، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري واطفال الانابيب وعمليات الذكوره والمناظير الجراحيه. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى.
مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. هنا الموضوع ده بيقودنا الى حاجة مهمة جدا، وهو ايه هي الاورام الليفية. الاورام الليفية كما احنا قلنا عبارة عن اورام حميدة داخل جدار الرحم. الاورام الليفية دي بتنتج من عضلة الرحم نفسها، يا اما تكبر خارجيا بره عضلة الرحم، يا اما تكبر داخليا داخل التجويف الرحمي، يا اما تكبر تحت بطانة الرحم، يا اما تكون اورام ليفية موجودة في عنق الرحم بتاع هذه السيدة. دايما معظم السيدات اللي بيجيلهم اورام ليفية او نسبة كبيرة منهم ما بيكونش عندهم اي اعراض، لكن في بعض السيدات ممكن يحصلهم تأخر في الانجاب نتيجة وجود بعض الاورام الليفية، وفي الغالب يبقى الورم الليفي ده متداخل مع بطانة الرحم بتاعتنا. بنعرف كلامنا ازاي؟ اما بعمل اشعة بالصبغة، يا اما بعمل منظار رحمي عشان نقدر نحدد بالظبط مكانه فين، يا اما اشعة تلفزيونية ثلاثية الابعاد مع تحديد بطانة الرحم بالظبط او التجويف الرحمي، ونقدر نبص اذا كان في هذا الورم متداخل ولا لا. طب لو فرضنا لو عندي ورم ليفي متداخل مع بطانة الرحم، هل في الحالة دي لازم اعمل عملية فتح بطن واعمل استئصال لهذا الورم الليفي؟ لو الورم الليفي ده متداخل مع بطانة الرحم نقدر نعمل حاجة مهمة جدا. ندي انا رايي ان انا ادي هذه السيدة ادوية مثبطة بتهدي كبر او بتقلل حجم الورم ده، واعمل عملية حسم منظار رحمي مع ريسكشن او استئصال جزء من هذا الورم اللي هو بيبقى بارز داخل التجويف الرحمي، بعمله على مرحلتين. دي المرحلة الاولى، مع حدوث ده بيحصل لما تبدل العينة فترة شوية بيبدأ عضلة الرحم تنقبض وتطرد بقية الورم اللي فيه، فممكن نشيله في مرحلة تانية بالريسكتوسكوب او بالمنظار الرحمي. طب هل ده ممكن يأثر على حدوث الانجاب بعد هذه العملية؟ لو اتعملت صح واتعملت بامكانيات مظبوطه وعملت لها متابعه صح مع بادويه معينه لبناء بطانة الرحم، ده ما بيأثرش على الاطلاق على حدوث الحمل بعد هذه العمليه. للاسف لو اتعملت مش مظبوط او تم عمل فتح بطن لاجراء استئصال لهذا الشكل، ممكن يؤدي حدوث التصاقات حوالين الانابيب او قنوات فالوب، وده ممكن يؤدي الى تاخر في حدوث الانجاب. هنا برضو ده برضو من الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجوده بكثره في المجتمع، اللي هي الاورام الليفية. وزي ما اتفقنا قبل كده انها في معظم الاحوال بتبقى اورام ملهاش اعراض واضحه، غير من شويه تقل في البطن او ساعات بعض السيدات بتتشيك ان مجمع الدوره بيتقيل عليها شويه، لكن ده ممكن نكتشفها وهنسيز السيده جايه تدور على الخلف او تدور على الحمل. نحن بنعمل اشعه تلفزيونيه، وده زي ما اتفقنا ممكن علاجه بالطرق اللي احنا قلنا عليها. وهنا انا بختم كلامي عن الموضوع ده، وبقول دايما ان لكل داء دواء، ونقدر نوصل بالعلاج السليم والتشخيص السليم لحل المشاكل باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة. جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. فريق طبي. مستحيل.